يصنع مجدك بيديك، فأنه لن يصنع مجدك إلا أنت. من كانت بدايته محرقة فنهايته بإذن الله مشرقة. برحب فيك جيل 2005، كل الترحيب. أستاذي، الحمد لله رب العالمين، 22 عام من العطاء و22 عام من التميز، وظفنا كل هذه الخبرة لشرح مادة رياضيات الفرع الأدبي والفندقي بشكل سهل وبسيط ومميز جدا، براعي جميع المستويات من الضعيف والمتوسط والقدرات العليا. شو يعني هذا الكلام بشكل بسيط؟ بشكل بسيط، لو كان عمرك 45 أو 50 سنة بتحداك إذا ما بتفهم شو بشرح، وبتحداك أيضا إذا ما بتجيب علامة كاملة أو قريب من العلامة الكاملة. 20 عام للتصحيح، شو استفدنا منها؟ دربتك خلال البطاقة كيف تحصل العلامة الكاملة في كل سؤال، حتى لو جاك السؤال صعب تقدر تكسب أكبر عدد ممكن من العلامات. هدفي في هاي المسيرة هو إنك تجيب العلامة الكاملة بالرياضيات. رح أكون حزين جدا إذا جبت أقل من هيك، لكن أنا معاك إيد بإيد. بس بالمقابل هذا كله بدك تمشي على تعليمات ونصائح الأستاذ خالد أول بأول. ليش؟ بدنا تكون علامة الرياضيات هي العلامة الأميز بين كل المواد راح تقدمها بإذن الله بالتوجيه. هدفنا التميز والقمة، ولن نقبل بديل عن القمة. الحمد لله رب العالمين، 22 عام ما بين التعليم الوجاهي والتعليم الأونلاين. بداية تعليمنا وبداية انطلقت الأونلاين، يمكن لو سألتني في زمانات مقتنع بالأونلاين ممكن بكل سهولة أقول لك لا، لأن ما كنا نعرف شو الأونلاين. من فوائد كورونا علينا عرفتنا بالأونلاين. الأونلاين هو الطريق الأسهل والأقصر والتميز أيضا بإذن الله بالعلامة الكاملة. طب ليش؟ الأستاذ 24 ساعة بتواصل معك، خطط، نصائح، أوراق عمل، امتحانات. يعني بالعربي أنتوا وياك كانوا عايشين مع بعض. وأكبر دليل بنتي درست عندي أونلاين، والحمد لله أنا فخور فيها. للعلم حتى ما أكون إلا واضح مع الجميع، درست كل موادها أونلاين، معدلها 90.2، والحمد لله رب العالمين. الأونلاين طريقك بإذن الله للعلامة الكاملة. أنا ما بقلل من الوجاهي، لا أنا ما بقلل من قيمة الوجاهي نهائيا، بس تنتهي علاقتك مع الأستاذ مع نهاية الحصة. أما في الأونلاين أنت متواصل معه 24 ساعة، زي ما نقول إحنا بإذن الله أسرة مترابطة خلال اليوم والأسبوع والشهر، وبتكون بإذن الله بنكون مع بعض علاقات أخوية أبوية وصداقة تمتد إلى العمر. جيل 2005، مثل ما اشتغلنا مع الأجيال السابقة وأسسناهم، قبل ما نفوت في مادة الرياضيات لازم تكون إشي تحضيري. أي عمل بالدنيا بحتاج إلى أساس، وإذا كان هذا الأساس قوي ومتين تقدر تبني عليه برج ما بهزه أي شيء. عشان هيك أنا حضرت لكم تأسيس أبني عليه أفخم مادة رياضيات في العالم. بإذن الله رح ينطلق التأسيس على موقع وتد التعليمي ب15/3، ورح يكون هذا مجاني لجميع طلاب المملكة. جيل 2005، الهدف إن شاء الله تنضموا مثل ما انضم الأجيال السابقة بالعلامة الكاملة. طلاب الحمد لله رب العالمين صعب نعدهم حصلوا معانا على العلامة الكاملة، بتمنى تنضموا إلى الفريق الذهبي ونضيف نقطة جديدة في سجل الأستاذ خالد بالتميز بعلامة الرياضيات، وبالتوفيق للجميع. يسعى موقع وتد التعليمي من خلال استراتيجيات تعليمية متميزة تعتمد على بيئة تفاعلية وبشكل مستمر إلى وضع خطط دراسية متكاملة لكل مادة من مواد التوجيه بجميع فروعه. تشمل هذه الخطط دورات تأسيس، محاضرات مبوبة، مراجعات متنوعة،
تمارين بأشكال متعددة، حلولاً للأسئلة المختلفة، امتحانات محوسبة، أسئلة وزارية وغيرها. والهدف هو مساعدة كافة الطلاب بالتمكن الكامل بمواد التوجيه بأساليب سهلة ومريحة من خلال أساتذة موقع وتد المميزين والأكثر كفاءة بالتعليم على مستوى المملكة. وتد، طريقك للنجاح.